انقضى رمضان وجز العيد ودوك معظم العائله الجزائريه تروح تقضي العطله الصيفيه ديالها. نسقسيوك انت يا وشن هي الوجهه ديالك لقضاء العطله في هذا الصيف؟ على اي حال بطبيعه الحال كل واحد صح ما نقولش كل واحد وانما الكثير من الجزائريين بعد نهايه العام من العمل المضني يفضلون قضاء اوقات الراحه نتاعهم في اما في الجزائر او خارج الجزائر، لكن بالنسبه لي انا كجزائري مبدئيا راني نخرج لتونس على اي حال نقضي الصيف تاعي في تونس. لماذا؟ لانه جربت انه مشيت لبعض المناطق في الجزائر وجدت باللي الظروف غير موضوعيه للسياحه. كي 16 الجي بيان سور باسكو جو سوي ديسي اي دو كو جو فيني باسي لي فاكونس لهنا اي تو فا بيان الحمد لله. يا لا شالور لي جون سون اكويون كوم داب بيان سور اي بي نورمالمون بالام بيتش اي اون اتون دافوار دي بيل بلاج après Moriti, Club des Pins et Tipazal pour la solitude un peu. عندي تروا بلاص هذو راهم في راسي على كل حال، وكان شويه شويه المغرب بوسيبل نروح المغرب. الميزانيه راهي واجده. بيان سور الميزانيه واجده مشتا خويا. وي سي نورمال لازم. خطره واهنا خطره في بازا كل خطره فيه. طيب تري لنا نيفو دالجي. ها؟ تري هنا بوك دالجيري ما تخرجش. الريح في الجيري. مانيش عارف لا كتب ربي وراك نخرج. في الحقيقة كاين مكانين في الجزائر إما مدينة مستغانم أو منطقة جيجل، منها الإنسان يكتشف أكثر الوطن تاعه والولايات المختلفة تاع الجزائر، وفيما لما الإنسان توفر ظروف ما أحسن يتطرق لبلدان أجنبية. دي فاكونس هاي أنا نجوزهم على ليترونجي مون خير. شي البي تاعين ريزيرفي نروح لاسبان زيارة. اسبان. كل عام اسبان ولا اليوم؟ لا كل عام كل عام عام في الصيف لاسبان وفي الشتاء نروحوا لاوروب نروحوا لباري. موجود بيجي للصيف هذايا؟ بيان سور نخدموا العام كومبلي ونوجدوا له نوجدوا لي فاكونس تاعنا على. سينو وي اورون وبجاية تيزي وزو بالك. درتي ان بروغرام وجيتي ان بيجي. سي سا بيان سور اوبليجي اوبليجي سينو اون بو با ديبلاسي. مازال ما وجدتش ماذا بيا نروح للترك. ترك انا باغي نروح لها فيدريا مات مازال راني نستنى شهر داخل بالك مازال شويه يلقى شبرك اللي وجدت في دراهم ومن بعد مي عندي واحد تروا بلاصه والله اني دارهم في راسي وما نعرف واللي هما اسبانيا راهم يقولوا مليحه تونس عيونا بتونس هذيك تعرف لاجيري كامل في تونس افوالا وش راح نقول لك كابر لا تركي بلايس كيما انطاليا ولا هذا ما كان ما بو بو لو مومون جي با انكور ديسيدي مي في كو لي يا با ان بيدجي كبير ليكونومي تاع راهي ناقصه سا سخا بالك لا تونيزي هكا بو كيكو سيجو ماشي حاجه كبيره طيب بالي بالك دبي بالك قطر باسكو تما كاين لي كومبلكس توريستيك ولا تبالي بورا بورا في اسبانيا دوك سا ديبون حنا ولا والبيجي ومن ميم طون البي تاع تاع هادو لي فواياج فواياج اورغانيزي باسكو دوك هاتيك كاين بزاف لي زاجون لي زاجونس دو فواياج راهم يورغانيزيو لي فواياج اورغانيزي حنا نشوفو المنشا نبدا نروح الوهرة عندي خاش لي زامي عندي صحابي تماك ومن بعد ان شاء الله كي نجيو كنا ملاح فيها كانوا دراهم شبان واللورو واجد انا نشقفوها لتونس ولا ما كاش نخليوها يكملوها كيما كل عام مع العائله نروحوا لجيجل وانا واحد منهم يفضلون السياحه الى تونس هذا من جهه، من جهه اخرى انه النفقات او الاموال التي ننفقها في الجزائر اكثر نقول لك بكثير مما تنفقها في تونس، اذا كان قضيت مثلا اسبوع ولا 10 ايام في الجزائر راك راح ربما بل هذيك الاموال تنفق بهم 15 يوم تنفقها على تونس، وبالتالي هذا هو اللي خلينا دائما اننا نفضلوا الوجهه السياحيه نتاعنا الى تونس. والله في الحقيقه وجدنا لها عام كومبلي الواحد دائما يخلي شويه 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 باش يقدر يجوز لي فاكونس تاعو يعني في اتمنى الكلمه واحد يخدم كاع العام صافي لازم يروبوزي يكون عنده وقت لازم يروبوزي اكيد اكيد هو الانسان لازم العطله لازم الانسان يخطط لها ماديا يعني فيما يخص المصاريف الاقامه النقل فيها عده مستلزمات نحل بجايه باسكو بلاصه شابه بزاف بجايه وبكري وحنا نكومبيو تما اون فامي اون فامي بيان سور يا اخو ان شاء الله حنا تما جوزت الباك هذا العام هكذا استناو ريزلت هاد الايامات ان شاء الله فيها خير يا اخو دراهم شويه انا مخبيين شويه نزيدو دراهم يا اخو تعرف تاع الباك يا اخو الفال لازم ان شاء الله يا اخو انا معول تونس يا اخو ان شاء الله تكتب
في اوت هكذاك بالك نهبطوا لتونس ان شاء الله نديروا فاكونس ونولوا البلاد يا صافي راك تسنى فيها مع لابريسيون تاع الباك تاع هذا العام راك تسنى فيها والله يا اخو ان شاء الله احنا نقولوا فيها خير ان شاء الله واللي جابها ربي مرحبا بها جا رمضان اصرف جا دوك هذيك الفاكونس اصرف عايشين بقدر ربي والله غير عايشين بقدر ربي خدام كيما هنايا كوميرسون بصح والله غير عايشين بقدر ربي سبحانه الشورتو هكذا واحد يكون فونكسيونير والله حاجه لابريسيون راك تعرف لازم الواحد يدير شويه الوقت هذا تاع لي فاكونس باش يديفولي يعاود يبدا العام الجديد بيان سورتو مام لي سبورتيف ثاني باش يعاود يبدا لا سيزون تاعو بيان كاين دراهم كاين ولا روح سطور سكيكدا جون داك سكيكدا ها واش نقول هذا والجير بلاص تاعها خير من لو موند اونتي انا نقول كاين دراهم بصح كاين دراهم كاين ما تخرجش لبرا ما ما نخرجش لبرا ندير دراهم كاين دراهم لا لا كاين دراهم ما نروحش لبرا المهم بون نروح لوروب ريح لبلادك انا خاوتي في فرنسا يجوا يشرو منا القش ويدوه ضروري تخرجوا من فاكونس كيلحق الصيف لازم تخرجوا من فاكونس الجي لا لا الجي سي تدوز كالكو جور سور الجي مي دو بريفيرونس تخرج على ليترونج بور شانجي ان بتي على اسبانيا اسبانيا باسكو سي ان اوتر موند يفو شانجي ما لازمش كل عام تقعد في بلاد وحده لازم تبدل باش تعيش حياتك فرانشمون كونغو لاتينيزي سي موان شير كو الجي موان شير كو اوران في كو سي اوراني انايا تي باس دي سيجور اوران سا تو كوت فيغ لي كو دو 10 مليون اكثر من المغرب اصلا كاع ولا نقولوا بيجايا بايزون بيجايا سي سيميلير نروح فيغ لي كو دو قولوا 8 مليون location هي بالك لي غاليه فوالا لبرجمون سيتو لبرجمون سي فريمون تري شير دونك اون تدي اون شامبر سا تو كوت ان فير لي 15000 بار نوي كونتريرمون كون نروحو نشوفو باغ اكزومبل لو ماروك اون شامبر سا تو كوت 7000 دينار بدراهمنا لا تونيزي سي بلو سي موان شير انا صيف نجوجو في جيجل في جيجل اه على جيجل ولا اجبول ما بالك كل عام جيجل اه جيجل انا جيجل بوم نسكن في بومرداك وما نجيبوش من بومرداك ما تخرجش من الجزائر كاع واه ما باك للتورك ولا اسبانيا ولا لتونس لا خويا يجي الفاميليا ويروح لتونس انا ما نروحش لتونس غالي بزاف غالي هو غالي تونس انا نروح اجبول ولا جيجل والله يعني ماذا بينا ان شاء الله مع الاعمال مع الوقت ضيق شويه ماذا بينا نجوزوهم في الجزائر باش نكونوا اقرب للعائله اقرب للاصدقاء 10 ملايين تكفينا تكفينا 10 ملايين على بالي 10 ملايين تحسب لها بليت ساعه هكذا 10 ملايين تكفيك طبيعه الحال هي في الحقيقه في العطله السياحيه ان صح التعبير عندها كما نقول عندها الميزانيه نتاعها خاصه ان صح التعبير يعني كل عام انه يخصص الانسان جزء من هذا من المبلغ نتاعو نتاع نتاع الشهر ولا نتاع الراتب يخصه للسياحه لانه تدخل في اطار الحياه اليوميه تاع الانسان وبالتالي الانسان هذا الحياه اليوميه الحياه تاع الانسان ماهيش غير عمل 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 هناك ترفيه هناك راحه الى غير ذلك وبالتالي الانسان بيكون عنده توازن نوعا ما وباكي يعاود يدخل الدخول الاجتماعي في سبتمبر يكون كله حيويه ونشاط